قتلكن. هلأ رح نشوف قصة جديدة من حكايات بحمال الحكيم. حكاية اليوم اسمها الوشاية. يمكن انتو هيك طب انا شو يعني الوشاية؟ الوشاية يعني لما بتروحوا عن حدا وبتقولولن شي مش منيح عن حدا تاني. مثلا بالمدرسة في حدا بصفكن مش عم يعملوا منيح، بتروحوا عن الأستاذة والأستاذة وبتقولولن ليكو هيدي أو هيدا مش عم يعملوا منيح أو مش عم تعملوا منيح بالمدرسة. بقصتنا في خرفين بيروحوا عند المدير تبع شغلهم وبيقولوا له ليكو ليك سكرتيرتك مش عم تعملوا منيح. هلا منشوف شو بيصير. يلا نشوف القصة مع بعض. أمالكم إيش كاين؟ ياك لاباس؟ أما كل واحد شاد قنت، هذه ما هي عادتكم. بحمان تعال تعال نقول لك اش درت غيشة. تعال نقول لك اش كاين؟ اش باغي تقول غيتا؟ غيتا مالها؟ اش درت؟ بحمان تعال 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 نقول لك تعال قرب لعندي قرب عندي نقول لك اش درت مان. وحده وحده قول لي اش كاين؟ اش درتي يا غيتا؟ واش درتي يا عثمان؟ انا تنسمع. انا ما درتش والو، غيتا اللي دارت وانا عنفضحها ونقول كل شيء. حتى انا غادي نقول كل شيء اللي عندي القديم والجديد. نفضحك ونقول بحمان اش تدير مني تخرجوا من المدرسه، عقلتي؟ وحتى انا نعاود ليه على لي بيتيس اللي تديريهم داخل المدرسه، عقلتي ولا نفكرك؟ امالكم ناقرين وشادين العكس بعضياتكم، كل واحد باغي يمشي بالاخر. واش ما عارفينش راه اللي تيسعب بالوشايه راه تيفشي السر، والامين هو اللي تيكتم الامر. وقلها ليها بحمان باش تفهم واش هادي وشايه ولا لا. عثمان غيتا تعالوا بجوج، تعالوا عندي، تعالوا تعال انت وتعالي انت. شوفوا انا غادي نعاود لكم واحد الحكايه، ولكن انا بغيتكم تديو منها المعنى والمغزى باش تنفعكم في حياتكم. اما هي الحكايه بحمان بغينا نسمعو منك باش ندي فايده بالكلام. تعاودوا الناس تعاودوا على مباركه كانت خدامه مع خرفان، النقطه والنقشه في مكتب واحد. كان النقطه والنقشه ما عجبهم حال، كل واحد فيهم يقلب على سبب وحيله كيف يجريو على مباركه من الخدمه ويطردوها من الخدمه. عرفتوا واش وقع؟ اش وقع بحمان؟ نسمعوا منك. النقطه والنقشه ما لقاو جهد المباركه، وما بقات لهم الا الوشايه بها السي المدير عم الديب. مشاو عنده وتكلموا معاه في الموضوع. او 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 انت راكي صاحبتي حبيبتي لالا يخطك عليا، انا بعد ما تتغيبي عليا تنولي تالف، شي نهار نحطك في كناش الاسره. واش كاين شي حد هنا؟ واش انت كاين عمي الديب؟ لا كنتي قول لي دخلي. تخزني يلا تخبي، راك يشوفوني شي عديان. دخلي الباب راه غير مردود، دفعي ودخلي. نهارك مبروك السي المدير، اشنو هو سبب الاستدعاء ديالكم لي لمكتبكم الموقر؟ جلسي ولا خليك واقف نيت باش نعرف مع من تنهضر. ما يكون غير خاطرك السي المدير، انا حليت ودني بجوج غير نقي كيف ما بغيتي. هي عارفه راسك بعدا، عارف اش درتي؟ راني قلت لك راني مقلق عليك بزاف. السي المدير قل لي اش قلقك مني وعلاش وكيفاش؟ علاش؟ على حقاش تتسدي عليك المكتب وتتبركي على التكركير والضحك؟ انا السي مولاي المدير. لا حنا وانتي نيت، غير قولي لي هاد المكتب ديال الشكايات ولا ديال الحليقيه؟ السي مولاي المدير راني مازال ما فهمت المغزى من الكلام ديالك. اش من معزى ولا جمل ولا حمار؟ وزيدون راني ديما تنقول لك هضري معايا بالعربيه اللي تنفهم انا. السي المدير راني قلت لك مازال ما فهمت المغزى من الكلام ديالك، بمعنى اش تقصد بكلامك؟ يمكن لك توضح لي اكثر؟ شوفي والكلام راه ما يتعاوج، راه موصلين لي الخبر بانك تتسد عليك باب البيرو وتتبرك على التكركير والضحك. هاد الوشاية كيدية وغير صحيحة، لابد من التأكد منها والتحقيق فيها أولا.
انا ودي نجمع الوقفه وسير شوف ما ديري وبعدي على الحلاقيه وضرب الناب. قولي لي اجاجتي المشويه باش نبدا بيك من هنا ولا من هنا؟ وجاوبيني وما تحشمي، راكي غادي تكوني وحده مني، غادي نديرك في هاد الكريشه. او 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 ما واش بغيت خلينا ندخلو؟ ما عمي الديب لكن انت هنا، حنا راكين هنا. ما راه جايين وجايبين ليك خبار جديده. هادو ما تيجو غير في الساعات الحرجه، دخلي تخبي اجاجتي، نوبتك باقي ما جات. دخلوا الباب راه غير مردود. ما عمي الديب سيدي المدير. ما مباركة، ما عارفين غير كيف تسلطات علينا ياك عمي الديب. قول سربيوني، قول اش بغيت تقولو ياك ما مباركة عاوتاني. راه خرجات من البيرو ديالك وهي تتقمقم، وعرفناها اش تتقول واخا تتقمقم ولا حتى تتكلم في خاطرها. واش قالت؟ هما الودينات بزوج مقلشين وتسمعوا بزوج. ما مباركة، ما عرفينها كيف تسلطات علينا ياك عمي الديب. قول سربيوني، قول اش بغيت تقولو ياك ما مباركة عاوتاني. راه خرجات من بيرو ديالك وهي تتقمقم، وعرفناها اش تقول واخا تتقمقم ولا حتى تتكلم في خاطرها. واش قالت؟ ها هما الودينات بجوج مقلشين تيسمعوا بجوج، قول لي. ما خرجت من عندك عمي الديب تتسب وتلعن النهار اللي دخلت لهاد البيرو. ما وكثر من هادشي، كثر من هادشي خرجت عمي الديب وهي تتقول في خاطرها انها غادي دير الاضراب وتشكينا للاداره المركزيه. ما ونزيدك عمي الديب وبهاد العينين بجوج غير دابا شويه سدات عليها الباب وبارك على التكركير والضحك وزادت بضرب الطعوريجة. هادي مباركة قالت في خاطرها ودارت هادشي كله من بعد خرجت من عندي وانا ما سمعت لا تعريجة ولا بندير. ما الله يكون في عونك عمي الديب، انت مشغول اش غادي تسمع؟ ما خلينا حلا اللي يسمعوا ونجيبوا ليك الخبار عمي الديب، انت غير ارتاح مع راسك. أو أنا ما عجبني حال هاد مباركة، خاصني نشوف ليها شي حل اليوم قبل غدا. فاش تتسنى عمي الديب، خير البر عاجله، ضرب الحديد حد ما هو سخون، راه هادشي اللي قلنا ليك راه غير شوية من هذاك الشي اللي سمعناه. أو أنا مقلق وما عندي خاطر، ويكفي هالشي اللي سمعتو منكم. ما راه سمعناه تتقول المعدو سيدو عنده لالا كلنا ولاد مخزن. ما راه ناوي يا عمي الديب تخدم الوساطة وبسيطة باش تكون هي المدير ودير لك انت الصابونة. خرجوا قبل ما نرتكب شي جريمة، خرجوا عليا من هنا. أو وانت يا مباركة حسابك معايا هو الاخير. اجرادة مالحة فين كنتي سارحة، فين كنتي غايبة في جنان الصالحة، واش كلتي واش شربتي غير التفاح والنفح يا القاضي يا بو نفح. ما اجرادة مالحة فين كنتي سارحة، فين كنتي غايبة في جنان الصالحة،
واش كلتي واش شربتي غير التفاح والنفاح يا القاضي يا ابو نفاح؟ وشويه سكات وشويه سكات، خليونا نخدمو، هذا راه مكتب محترم. راك انتي محترمه وعلى نيتك، وزيدوم العام طويل الخدمه مكترها غير هي، نهار ومطار وحنا خدامين، وزيدون شويه ربي وشويه العبدو. ولكن هذا راه مكان الخدمه ماشي اللعب وسريح الجراد، حتى تمشيو محلاتكم ولعبوا مع راسكم. راكي ما عارفه والو وما جايبه الخبار، راه كلشي هنا بالمقلوب، خدمتي غادي تكون ما خدمتيش، وما خدمتيش غادي تكون خدمتي، فهمتي شي حاجه؟ انا ما فهمت والو، حاجه وحده اللي تنفهمها هي هذه وقت الخدمه، وحاجه وحده اللي تنعرف الامين في القليل راه امين في الكثير، والخاين في القليل راه خاين في الكثير. غادي تبردو وتجلسي مع راسك غير بوحده بوحده. ما 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 راه قلنا لك راك مقلوب عليك القفه وما جايب اخبار. ونوروني هنا راسي صغير، لا كنت خاطئه قودوني للطريق. اشتاتاتاتا اوليدات الحراثة، المعلم بوزكري طيب لي خبزي بكري، باش نعشي وليداتي، وليداتي عند القادي، والقادي ما جاب خبر القولي دجاجة في باب الدار. اشتاتاتاتا اوليدات الحراثة، المعلم بوزكري طيب لي خبزي بكري، باش نعشي وليداتي، وليداتي عند القاضي، والقاضي ما جاب خبار القولو دجاجة في باب الدار. راني قلت لكم هذا راه مكان ديال العمل ماشي ديال اللعب، قولوا تحشموا شوية، مرة تتسرحوا الجراد في الخلا، ومرة تتحرشوا الدراري على المعلم بوزكري، والخدمة فين هي؟ ما 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 الخدمة يا لالا ومولاتي ما تخدم غير الحمار. ما ما ماشي قبيلة قلت لك راكي مقلوبة عليك القفة وما جايبة الاخبار. اش تقصدي بكلامك؟ ما فهمت والو، فهميني نوريني. او 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 انا نفهمك مباركة، انا نفهمك. عمي الديب جاي، عمي الديب جاي، فين هي الخدمة؟ ما 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 فين هي الخدمة فين؟ أو 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 النقشة النقطة، أنا المدير المكسب وأنا عمي الديب، مقلق بزاف وما عنده خاطر، وصلاته وشاية ماشي تلي. إيه هي عارفين السي عمي الديب عارفين. ما ما خبار راه فراسك عمي الديب؟ قالوا لي بان في هذا المكتب شي وحدين سدوا عليهم باب البيرو وجالسين على التكركير والضحك، وزادوا كملوها بضرب طريجة صحيح او خطا. او 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 عمي الديب مقلق مقلق بزاف، باين عليك غير من صوتك، خاصك دير خدمتك. ماشي انا ماشي انا، انا دايره خدمتي ماشي انا. ما ما ولا ما كنتيش انتي شكون بالسلامه؟ يلا انا عارف مول هاد الوشايه، هو كان عند الصح ما كدبش، في المكتب كاين شي وحدين انا عارفهم باركين على التكركير والضحك ومخلي الخدمه. ما 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 يلا السي المدير عمي الديب قول لينا شكون هو. اتعالوا لهنا اتعالوا لهنا انتم نيت بجوج، النقشة والنقطة. أو 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 تضحكوا عليا وديريني ضحك، وتجيبوا لي خبر عوجة مقلوبة، وباركين على الضحك ومخلين خدمتكم. ما 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 مقاو نعاودو عمي الديب، ما مقاو نعاودو. ما 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 هادي والتوبة عمي الديب، هادي والتوبة. واش ما عارفينش بأن السائب الوشاية كيف شي السر؟ وما خاصنا نخاطو اللي تفتح فمو بالوشاية. الله يسامح الله يسامح، راه ما يبقاو يعاودو، ولكن راه خاصكم تعرفوا راه اللي تيسعب الوشاية راه تيفشي السر، والامين هو اللي تيكتم الامر. سعب الوشاية تيفشي السر والامين الروح يكتم الامر.
الحكاية سالت وعرف عمي الديب أن النقطة والنقشة خبروه بوشاية كاذبة في حق مباركة، وعمي الديب دار خدمته وما قصرش من جهده وخاد حقه بيدياته وسنانه ومو الحق يبان يبان. ايه الوشاية ماشي زوينة، راه تيقولوا لي تيزعب الوشاية راه تيفشي السر، والأمين هو اللي كيكتم الأمر. عندك الصح، الحكاية ديال اليوم تتقول لينا خاصنا نصحو بعضياتنا ونتعاونو باش نمشيو مجموعين القدام، ماشي نحفر ليك وتحفري ليا ونمشي نشكي بيك. هكذا انا نبغيكم، دابا راك فهمتوا المعنى والمغزى من الحكايه. حتى انا كنعترف اني خطأت من جهتك وطالب السماحه. فهمت، وانا نعتذر لك غير تسمحي لي. مزيان، الله يرضي عليكم، هادشي اللي بغينا، تعرفوا الخطأ وما نبقاو نديروا به. بلاتي بلاتي يا ابو حمان، انا عندي واحد سؤال لوليدات، اشنو اخر كلام قالوا الخرفان في اخر الحكايه؟ بلاتي بلاتي بلاتي، حتى انا عندي سؤال للوليدات اللي كيشوفونا دابا، ماذا استفدت من حلقه اليوم الوشايه؟ وعيد السؤال، اكتب في سطرين ماذا استفدت من حلقه اليوم. الوليدات عندنا جوج اسئله، السؤال الاول ديال عثمان والثاني ديال غيتا، كتبوا لينا الجواب ورسلوها لينا على موقع بحمل الحكيم، وراها توصلكم الهديه حتى الباب الدار. باي 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 باي. بتمنى انو استفدتوا وتعلمتوا من قصه اليوم، وتذكروا تكتبوا لنا على www.bahman.com وتجاوبوا على الاسئله اللي عطيوكم غيتا وعثمان، ليطلع لكم هديه من هون لبيت بيتكم. باي، شوفكم حلقه ثانيه. جايبنا اليوم مالها مفيد من التراث والفن الاصيل، حكايتنا اليوم مالها متين، حكايتنا اليوم مالها متين من التراث الفن الأصيل، من التراث الفن الأصيل. كل شخصية مالها بديل، كل شخصية مالها بديل، في الحكمة بعد طويل، في الحكمة بعد طويل، منها نتعلمو الصدق المتين، وحياتنا يكون لها معين، منها نتعلمو الصدق المتين، وحياتنا يكون لها معين، تدرو بحياتنا حياتنا طريقنا حتى في الليل، في دروب حياتنا.